أيها المصري قم واعبر قناتك رافعا على من يغطي أرضنا من سدنا العالي إلى الوادي المقدس في طوى حيث التقى بالله جل جلاله موسى الكليم. سيناء الحبيبة هي أرض البطولات والانتصارات والأمن القومي المصري، شهدت العديد من الحروب وروها جنود مصر الأبرار بدمائهم دفاعاً عن أرضها الغالية. سيناء جزء عزيز جداً من مصر، ما فيش إنسان مصري أو بيت مصري إلا وفي شهيد استشهد وسالت دماؤه على أرض سيناء. الله لم يكلم أحداً على الأرض إلا موسى على أرض سيناء. هي مستقبل مصر، هي خزنة من الخيرات محفوظة. الحقيقة أن سيناء تم احتلالها بواسطة القوات الإسرائيلية على مر التاريخ منذ إنشاء إسرائيل سنة 1948 مرتين. المرة الأولى عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر اللي بدأ 29 أكتوبر 1956 بريطانيا فرنسا إسرائيل، وتم احتلال سيناء بالكامل بواسطة إسرائيل، وتم الجلاء في 23 ديسمبر بعد شهرين ونص تقريبا من العدوان الثلاثي اللي بنحتفل بيه بعيد الجلاء حتى اليوم. رحتها قبل 67، فكنا بناخد التصريح من إدارة قطاع غزة في جاردن سيتي، وبعدين نطلع. غزة كانت منطقة مفتوحة، كانت سوق حر، الجمركب كانت فين والجوازات كانت فين والتصريح الدخول فين؟ في الأنطرة شرق، القطر بيعدي الكوبري الفردان يقف في الأنطرة يطلع بداية الحدود بتاعتنا الأنطرة، لكن سينا دي دولة تانية وبتتجمرك في الأنطرة وانت رايح وانت جاي، ويتفحص تصريح الدخول بتاعك بتاع سينا في الأنطرة، وبعدين وانت داخل غزة خلاص مفيش تفتيش تاني، مفيش حدود، رفعك مقسومة نصين، رفح المصرية ورفح الفلسطينية. هكذا كانت الحياة، ان سينا كانت معزولة عن مصر، ولك الجمارك كانت في الأنطرة، تصريح السفر بيتفحص في الأنطرة، الحاكم العسكري لقطاع غزة مصري، الحاكم العسكري لقطاع غزة كان مصري، وكان مقره وراء مجمع التحرير في جاردن سيتي، وناخدوا التصريح من هناك ومين اللي رايح وبتاع وكل الحاجات دي كلها من هنا، والجمارك في الأنطرة، واحنا راجعين نفس العملية اللي جايب أي بقى حاجات من غزة، وكانت مشهورة قوي غزة لا بتصدر لمصر الحاجات الأجنبية، فكان الجمارك كلها في غزة. في 25 من أبريل تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء الذي يوافق خروج آخر جندي إسرائيلي من على أرض الفيروز عام 82. سنة 1967 بدأ الضربة الجوية الإسرائيلية، وبدأت القوات البرية تعبر الحدود ووصلوا إلى القناة فيما أطلق عليه بحرب الأيام الستة أو نكسة سنة 67. لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قوتنا وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح. قسم كبير من أهل سيناء بعد حرب 67 هاجر إلى الوادي في منطقة البحيرة في مدينة التحرير، وقسم بقي صامدا في سيناء تحت الاحتلال. عندنا المجموعة 39 قتال، الله يرحم الشهيد الرفاعي كان قائدها ويبارك في العميد بحري إسلام توفيق ما زال على قيد الحياة، كان قام بأعمال مع الشهيد الرفاعي باهرة هناك في على أرض سيناء، أذهلت العدو، سموهم الأشباح، عاونوهم رجال سيناء الشرفاء، خلوا حرب الاستنزاف على وبال المحتلين كارثة. قسم أبناء سيناء إلى مجموعات، مجموعة تدربت على الإرسال بأجهزة اللاسلكي وحمل جهازه اللاسلكي وذهب إلى سيناء، مجموعة تدربت على التصوير لتصوير مواقع العدو وجمع المعلومات، مجموعات تدربت على الأعمال الاعتراضية خلف الخطوط، وتم التدريب على صواريخ الكاتيوشا وقذائف البازوكا
وكل ما يحتاج إليه هذه النوع من الحرب. لا يمكن أن يصدق المرء ما حدث من امتزاج بين أبناء سيناء والقوات المسلحة. كيف يتم نقل المعدات الثقيلة كصواريخ الكاتيوشا أو الفاتح أو البازوكا إلى شرق القناة؟ كانت تتم بطريقة معقدة جدا ومن وسط خط بارليف الحصين، ولكن كانت تصل بأعجوبة. قمنا بعمليات كبيرة جدا ونوعية جدا، منها مقر القيادة العسكرية في العريش، منها مستعمرة ناحل دكلة في الشيخ زويد، منها مهبط طائرات الهليكوبتر في مستوطنة مزفق وفي جنوب سيناء. عمليات كبيرة جدا تمت، مما جعل وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت حينما سأله أحد الصحفيين ما الذي يحدث في العمق الإسرائيلي في الجبهة، قال إنهم كالأشباح يظهرون ويختفون. قامت العملية اللي أنا هحكي عنها دي في 13/11/67، وهي أن عبر المرحوم كان أيامها رقيب أول عبد المنعم أحمد غلوش، وعبر القناة هو والشهيد إبراهيم رفاعي والبطل النقيب إسلام توفيق قاسم والبطل النقيب رحمة الله عليه محمد علي طهلص. وكانت بروس طالبين مننا صاروخ، لأن كانت بطاريات صواريخ منشورة الأمريكان اللي بديها الإسرائيل، وكل عربية تعدي من على الضفة الغربية تتضرب، اللي طالعة من الإسماعيلية للبورسعيد مواقع قريبة تتضرب. فالروس قالوا إحنا عايزين صاروخ نقدر نفحصه ونشوف إيه الوضع بتاعه. فطبعا عبروا الأبطال، وبدل ما يجيبوا صاروخ جابوا، ده أنا بقول بموجز سريع جدا، جابوا 3 صواريخ وتم تسليمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة. وطبعا أشاد أيامها المرحوم الفريق أول محمد فوزي أن جبنا الصواريخ المطلوبة، ولما جم نعطيها للخبراء السوفيت إنذاك قال احنا كنا بنطلب المستحيل من المصريين، بدل ما نقول لهم عايزين صاروخ يجيبوا لنا 3 صواريخ. وطبعا دي كانت شهادة لأبطالنا رجال القوات المسلحة. وتم طبعا الفحص على الصواريخ، طبعا انها بتضرب لمسافة حوالي 5-6 كيلو. بعدنا كل ما هو متقرب من 5-6 كيلو أصبحت بقت الصواريخ الأمريكاني اللي بتجربها إسرائيل في القوات المصرية ملهاش أي لازمة. عملنا خلال هذه الفترة 92 عملية بين عمليات إغارة وعمليات كماين وعمليات خلف الخطوط وعمليات في داخل سيناء نفسها. ضربنا منطقة سيدوم في داخل إسرائيل بالصواريخ، ضربنا منطقة بيسان في داخل إسرائيل بالصواريخ، ضربنا منطقة إيلات عصام الدالي مع مجموعة من منظمة فتح ضربوها بالصواريخ. جبنا أول أسير إسرائيلي اللي هو يعقوب رونيه سنة 68. عملنا عمليات كثيرة جدا من بورسعيد وبور فؤاد في الشمال إلى راس محمد في الجنوب إلى داخل سيناء نفسها. أنا أسرت في إحدى العمليات بالمناسبة، تدخلت المخابرات الحربية لدى الصليب الأحمر الدولي لكي يخاطب الجانب الآخر أن يعاملني معاملة أسير حرب، ولكنه رفض، قال إنه مواطن سيناوي يخضع لسلطة الاحتلال وطريقه إلى المحاكم العسكرية. قدمت إلى محكمة عسكرية إسرائيلية، في يوم المحاكمة أمر القاضي العسكري بإخراج جميع المستمعين من الإسرائيليين والفلسطينيين حتى مندوب الصليب الأحمر الذي أصر على حضور محاكمتي باعتباره أجنبي. حصلت بينه وبينهم مشادة كلامية وأخرجوه عنوة، ولم يبقوا إلا على مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية الذي كان له الفضل في نشر تفاصيل المحاكمة. وقف المدعي العسكري يقرأ لائحة الاتهام ولخص القضية في 3 تهم رئيسية، هي التهمة الأولى التدريب على السلاح في دولة معادية وهي مصر، التهمة الثانية عبور القناة بدون إذن مسبق من الجيش الإسرائيلي، التهمة الثالثة حيازة هذه الأسلحة الفتاكة لكي يقتل بها النساء والأطفال الأبرياء الذين لم يعرفوا من هذه الدنيا سوى الابتسامة. بعد ذلك القاضي أمر محامي الدفاع الذي عينته المحكمة أن يترافع
قال المحامي: حيث أنكم تعلمون سادات المحلفين، حيث أنكم تعلمون أنه يطبق في مصر نظام التمييز الإجباري، فإن هؤلاء المتهمين عبروا القناة مرغمين حسب القوانين العسكرية المصرية، ولذلك أطلب معاقبتهم حسب قانون العقوبات المصري، وهي أقصى عقوبة 10 سنوات. التفت القاضي للمترجم فقال لي المترجم: القاضي يقول لك هل تريد أن تتحدث؟ فرفعت يدي فأمرني بالوقوف. قلت له: بادئ ذي بدء، ورد على لسان محامي الدفاع أننا عبرنا القناة مرغمين حسب القوانين العسكرية المصرية، وهذا غير صحيح، أننا عبرنا القناة بمحض إرادتنا وسنعبرها كلما أتيح لنا ذلك. وورد على لسان المدعي العسكري المحترم أننا أتينا بهذه الأسلحة الفتاكة لكي نقتل بها النساء والأطفال الأبرياء الذين لم يعرفوا من هذه الدنيا سوى الابتسامة. أوجه إليه سؤال أمام السادة المحلفين: هل الجيش الإسرائيلي حصل على إذن مسبق حينما عبرت طائراته قناة السويس ودمرت مدرسة بحر البقر للأطفال الذين لم يعرفوا من هذه الدنيا سوى الابتسامة؟ عندها صرخ القاضي في وجهي بكلمة عبرية لم أفهمها، فقال للمترجم: اخرس. الحكم بعد المداولة: التهمة الأولى 99 سنة، التهمة الثانية 25 سنة، التهمة الثالثة 25 سنة، بما مجموعه 149 سنة. ألقت المخابرات الحربية، المخابرات العامة المصرية، على جاسوس إسرائيلي دخل إلى مصر بجواز سفر مغربي اسمه باروخ كوهين، فجن جنون إسرائيل وضغطت على كل المحافل الدولية للإفراج عن هذا الجاسوس، فقالت لهم مصر: افرجوا عن المجاهدين من أبناء سيناء مقابل باروخ كوهين، وتم الإفراج عنا مقابل الجاسوس الإسرائيلي باروخ كوهين. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. الله أكبر. أزل وكبر وقل يا رب النصر تكبر. نصر أكتوبر 73، طبعا هذا النصر العظيم اللي شاركت فيه قواتنا المسلحة كلها من سلاح واحد، الصاعقة والمظلات والمدرعات والمشاة والمدفعية، جميع الأسلحة مشتركة، والطيران، جميع الأسلحة المشتركة اشتركت، دفاع الجوي، كل الأسلحة اشتركت في هذه المعركة. استعدنا من 20 إلى 25 كيلومتر شرق القناة فقط لا غير. الله. طيب، المسافة من قناة السويس إلى خط الحدود الدولية 208 كيلو، خدنا منهم بالجهود العسكرية في خلال حرب أكتوبر، خدنا منهم 20-25 كيلومتر شرق القناة. السؤال: إزاي حررنا باقي أرضنا 208 كيلو لحد الحدود الدولية بجهود سياسية وجهود قانونية؟ مباحثات الكيلو 101 أكتوبر نوفمبر عام 73، تم فيها الاتفاق على المحادثات السياسية للتوصل لتسوية دائمة في الشرق الأوسط، وتم التوقيع لوقف إطلاق النار، وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق وتبادل الأسرى والجرحى بناء على اتفاقية ذاك الأولى. حدثت محادثات الكيلو 101 اللي كان موجود فيها اللواء الجمصي. بعد الكيلو 101 حصلت اتصالات كثيرة بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي. نتكلم بقى على مرحلة اتفاقية السلام، وده أنا حضرت يعني بعد المواقف منها في اتفاقية في الكيلو 101 والكيلو 109 كعنصر أمني للوفد المصري بقيادة المشير عبد الغني كنش رحمة الله عليه. فقابلت مواقف مع ضباط زي يهود، وكنا بنتناقش ان هو يعني مش مصدقين من المعلومات طبعا اللي بيسمعوها من القياده بتاعتهم ان الجيش المصري يكون قادر
على اجتياح خط برليف. وخط برليف ده عبارة عن 37 نقطة على مسافة 155 كيلو مواجهة القناة. كيفية اختراق خط برليف، القوات المصرية الطرومة، وأنا بقول لك الإنسان المصري مختلف عنك، أنت إنسان مغتصب، فما بتبقى فيك الجبنة، أما الإنسان صاحب الحق فتلاقيه قوي، وده الأساس في اجتياز خط برليف. بص لي وقال لي نحن غير قادرين على مواجهتكم في ميدان القتال، بعد انتهى هذا الحوار معه، نحن غير قادرين على مواجهتكم في ميدان القتال، في ميدان القتال. حتى أنا رحت قلت الكلام ده لسيادة المشير عبد الغني الجمسي، فيعني قال لي شوف ما يصوب إيه من وراء هذا الموضوع. وكلف كان عميد تاني موجود معي وأنا كنت نقيب، فأما بيقول لي نحن غير قادرين على مواجهتكم في ميدان القتال، فبقول له ليه؟ قال لي لأنكم قدرتوا تخترقوا خط برليف. في يناير عام 74 تم توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأول بين مصر وإسرائيل، حيث انسحبت إسرائيل مسافة 30 كيلومتر من أرض سيناء. الاتفاقية الثانية سبتمبر 75 بموجبها استردت مصر 4500 كيلومتر من أرض سيناء. العريش كان في ساعتها في نقطة أخرنا، كان حاجة اسمها المغسلة، كان يقولون حدودنا المغسلة دي يعني آخر حدود مصر، وكان لسه بقى ما دخلناش منطقة شيخ زويد ورفح. لما دخلوا في العريش كان في دربكة، الأسواق فاضية، كلها البضاعة الإسرائيلية اللي موجودة، العملة كانت الإسرائيلية، فحصل بقى نوع من اللخبطة شوية. لكن في رفح ما حصلش، ليه؟ لأن البنك كان مجهز عربية تخش تغير العملة، فالمية محضرين فنطيس مية احتياطي، لو الأبار حتى مش موجودة المية جاهزة، كل احتمالات كانت موجودة. وده حقيقي كان التفكير الجيد للقوات المسلحة. حينما دخلت الإدارة المصرية كانت جادة، قاموا الناس بحفر الأبار، عمروا سيناء، ملئت بأشجار الزيتون المبارك، ملئت بأشجار الخوخ والفاكهة. سيناء على مر العصور كانت تستورد الخضار والطعام من مصر. بعد حرب 73 حينما دخلنا إلى سيناء، الكل يعلم أن مصر سيناء كانت تصدر الفواكه وتصدر الخضار وتصدر كل الكماليات إلى وادي النيل. أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. مبادرة الرئيس السادات لزيارة القدس نوفمبر 77. أعلن الرئيس في بيان أمام مجلس الشعب الذهاب إلى إسرائيل، وبناء عليه في الخامس من سبتمبر عام 78 وافقت مصر وإسرائيل على المقترح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد التي تشمل تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي. السلام، احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام، بالسلام احنا بدينا بالسلام، ردت الدنيا علينا بالسلام. يا سلام، يا سلام، يا سلام. معاهدة السلام كانت بتنص على انسحاب متدرج للقوات الإسرائيلية وفي خلال خمس مراحل، ثم في الآخر طبقا لبنود الاتفاقية إنشاء مناطق في سيناء اللي هي المنطقة ألف وبه وجيم، ثم المنطقة دال اللي هي داخل حدود إسرائيل. المرحلة ألف اللي هي حوالي 60 كيلومتر دي بتبقى من 60 كيلومتر من بور فؤاد لغاية إلى داخل على البحر. لو جينا دخلنا كده هتوصل لغاية رأس محمد في جنوب. المسافة دي كلها كان فيها المفروض تسليح على حسب الاتفاقية فيها 22 ألف جندي زائد 230 دبابة.
المنطقة اللي بعدها المنطقة بئ اللي هي حوالي 90 كيلومتر وبرضه نازلة إلى لغاية الجنوب لغاية رأس محمد في الجنوب وشرم الشيخ في الجنوب. المسافة دي كلها المنطقة دي فيها 4000 جندي حرس حدود. المنطقة اللي بعدها المنطقة جيم اللي هي أضعف منطقة اللي حصل فيها المشاكل اللي حصلت فيها كان فيها 750 جندي أمن مركزي. المنطقة دال اللي عند إسرائيل في منطقة دال فيها 4 كتايب مشاة بدون مدفعية وبدون مدرعات، دي موجودة في داخل حدود إسرائيل على مسافة حوالي 4 كيلو من الحدود المصرية. لو جينا بقى شفنا المنطقة عندنا من رفح إلى كرم أبو سالم، دي المنطقة اللي بيننا وبين غزة، يعني دول 14 كيلو اللي هي من رفح إلى كرم أبو سالم. بقى من كرم أبو سالم ننزل لغاية ما نوصل لطابة. زي ما قيل قبل كده إن إحنا كنت أنا بستلم، أنا اللي كنت بعمل النقط اللي كانت مع اللواء محسن حمدي. النقط بنعمل في كل منطقة، بنحط نقط لسواء الحدود على أساس أن تبقى هذه النقط بيننا وبين الجانب الآخر، الجانب الإسرائيلي. في شهر بارس سنة 1982 وكعادة إسرائيل قامت بإيجاد مشكلة بيننا وبين مصر وبينها في تنفيذ الاتفاقية. هذه المشكلة تتلخص في أنها ادعت أن طابة اللي مساحتها 1100 متر إسرائيلية، وهدمت العلامة الأسمنتية بتاعت العلامة رقم 91 وادعت أنها إسرائيلية. وهنا طبعا كانت احتفالات جاري استعدادها في مصر للاحتفال بالجلاء القوات الإسرائيلية كلها عن سيناء بالكامل، ولكن بإيجاد هذه المشكلة في معاهدة ثلاثة سلام أصدر الرئيس حسني مبارك في هذا الوقت قرارا بأن هنحتفل بسيناء وتحرير سيناء بالكامل بالرغم من وجود هذه المشكلة. وفي 25 من أبريل عام 82 تم رفع العلم على مدينة رفح وشرم الشيخ، واعتبر هذا اليوم عيدا قوميا لتحرير سيناء. أهالي سيناء معروف عنهم هم مصريين، مهما تحاول إسرائيل تعمل لهم غسيل مخ ما فيش، هم مصريين 100%. وكان طبعا كان الحاجات داخلة العربيات أو المواكب اللي داخلة سواء في العريش أو في رفعة بتستقبل بالزغاريط بالأفراح، لأن كانوا يعني زي الطفل التايه اللي العائد لأمه، فهم حاسين إن دي بلدهم وهم عانوا، وهم فعلا عانوا طوال فترة الاحتلال. كان في عيب شوية على الشرطة أنها تخش، لأن كان هو طبعا الاتفاق إن كان اللي يخش كله شرطة، عملوا سيطرة كاملة على الوضع في الشيخ زويد وفي رفح بعد كده، وكان قبلها في العريش لأن كانت مناطق منزوعة السلاح ومنطقة جيب دي بالذات معروفة. لكن تم حتى المسطحات المائية اللي دخلت في المياه البحر كلها مسطحات مائية. وطابة بادعاء إسرائيل أنها إسرائيلية أو أراضي إسرائيلية اتشكلت لجان، ولجأنا إلى البند المادة رقم 7 من معاهدة السلام. بتقول إيه المادة رقم 7 في معاهدة السلام؟ إذا حدث خلاف بين الطرفين فعليه أن يلجأ إلى 3 خطوات: نمرة 1 التفاوض، نمرة 2 التوفيق، نمرة 3 التحكيم بين الطرفين. الخلاف في هذه النقطة كان على إيه؟ مش عشان نقطة، علشان المنطقة اللي موجودة، مساحتها قد إيه؟ المنطقة اللي موجودة مساحتها 1020 كيلومتر 1020 متر مربع، اللي فيها الفندق بتاع سونيستا اللي موجود، اللي هو احنا خدنا هذه بعد القرار بقى قعدوا بقى يتفاوضوا، بعد ان التفاوض ما جابش نتيجة فلجأوا الى التحكيم. مين اللي كان موجود في التحكيم؟ كان موجود جهابذة موجودة في التحكيم. لقيت ان رئيس الهيئة بيستدعيني وبيطلب مني ان انا اتعاون مع مندوب جاي من وزارة الخارجية. هذا المندوب هو كان صغير زي ما أنا كنت صغيرة، هو كان صغير كمان جدا، كان جاي منفعل جدا وبيقول لازم ندور على أوراق تكون جاية من هيئة المساحة المدنية، لأن جميع الأوراق والمستندات اللي هي راحوا بيها
التحكيم الدولي كان كلها من هيئة المساحة العسكرية. فقالوا لابد ان يكون، مش ممكن يكون في مصر هيئة مساحة مدنية وما فيهاش بيانات او مستندات تدل على خرائط او بيانات لانتماء طابة الى دولة مصر. فطبعا تفتق ذهني الى موضوع المكتبة، وقلت اكيد المكتبة دي المكان اللي موجود من ايام الانجليز، واكيد في مستندات او في اي شيء يدل على يعني مقتنيات خاصة بهذا الموضوع. ثالث يوم لقيت فعلا شوية ورق كده لونهم اصفر جامد جدا، عبارة عن كتيب كده، كتيب. طبعا ما تخيلتش ان الكتيب ده يكون فيه خريطة او حاجة يعني. ببصيت على الكتيب، كتيبات صفرة كده، فشدتها من المجموعة اللي موجودة، لقيتها لاتفاقية الدولة العثمانية. ثلاث اتفاقيات سنة 1906 1916 و1926. دكتور عصمت عبد المجيد كان رئيس هذه اللجنة، وطبعا كان موجود فعلا تحكيم دولي موجود مصري، وكان في الإسرائيلي وكان في الفرنسي وكان في اللي هو من ستوكهولم. كانت هم كانوا خمس حكام اللي كانوا بيترأسوا هذه المحكمة، ومن خلالها قدرنا ان احنا نثبت ان المصريين باحثين وعلماء وقادرين على انهم يثبتوا حقوقهم. كانت ملحمة، انا بعتبرها ملحمة شعبية للسلام. فكان الخطوة ان الرجال العظماء اللي هو من لجان من القوات البحرية، اللجنة اللي كانت موجودة، وقف فيها رجل عسكري برد ورفض تماما ان هو يقول ان طابة ما هيش تبع مصر، ما ينفعش. في نقطة انا عارف نقطة 91 دي موجودة بتاع طابة، دي مصرية تماما. سيادة اللواء عبد الفتاح محسن كان متولي هذا الموضوع، وقدر ان هو يعني يناضل بالمساحين سواء من العسكريين او من المدنيين علشان يحط نقاط تاني مطرحها. لان في الفترة اللي كانت موجودة فيها اسرائيل تلاعبوا كبير جدا في هذه النقاط، وغيروا النقطة 91 الى نقطة 81. الشيخ مسمح ده اللي حضر عملية تغيير نقطة طابة 91. تصادف ان النقطة كانت موجودة على ارضه وفي بيته تقريبا، عبارة عن نقطة، والنقطة دي بتبقى المساحية عادة المساح يبقى عايز شكل طبيعي ما يحصلش له تغيير تماما عشان يبقى ثابت، عشان يحط عليه الحسبة الاحداثيات بتاعة النقطة. وكان شجرتين دوم، شجرتين الدوم دول لان ميزة الصخرة والشجرتين الدوم عادة جذورها ما بتوصل للقمش، من الطبيعي ان دول يبقوا الاعماق، اعماق اللي هي في جذور الارض. ال91 الاحداثية دي كانوا متنبه ليها الاسرائيليين كويس جدا، وحاولوا بقدر الامكان يتخلصوا منها. كل اللي قدروا يعملوه ان هو يعني يشلفط شوية الرقم، يعني يعمل له مسح شوية، وانه يقطع الشجرتين ويجيب بلدوزر يردم النقطة ويبدأ يعمل نقطة بعيدة بالرقم 81 بعيد كده عنه. مين اللي حاضر هذا الموضوع؟ الشيخ مسمح جه وقال احفروا هنا. كان معاه واحد تاني من أمن، من الأمن اللي هو الأمن الدولي، قوات الأمن الدولية اللي هو آية الأمم، كان من جنس يوغوسلافي. قال أنا عارف برضو إن هنا كان فيه، عارف هنا كان فيه نقطة. واتفقوا الاتنين مع بعض وفعلا حفروا، طلعوا حضرتك الشجرتين، الجذور مقطوعة والصخرة مشوهة ومش مظبطة وعليها الرقم غير واضح 9 ولا 91 ولا يعني مشوه. إنما وجودها في المكان ده ووجود شهود عيان زي الشيخ مسمح قال دي الرقم ده طابة 91، دي كانت في أرضي، أنا عارف إن هي دي. وأكد عليه اللي هو الضابط أو الجندي اللي هو بتاع قوات الأمن الدولية اللي هو من هيئة الأمم تحت من مجلس الأمن. كده اترفع العلم على طابة في 19 مارس سنة 89. هذه النقطة
فاصلة لأربع دول: مصر وإسرائيل والأردن والسعودية. وفي ناس جالها اكتئاب نفسي، يعني رئيس بيجن نفسه حس باكتئاب في أعقاب استعادة مصر لكمل سيادتها على سيناء. طابة منطقة محدودة، حريصين ان شجرة الدوم تبقى باينة، المكان يرفع فيه العالم، زائد بقى من قبلها بيوم والصريخ شغال في عند فندق سونيستا من المضيفات الإسرائيليات اللي رافضين يسيبوا طابة، لكن دي اتفاقية فلازم يمشوا، وحرقوا الكاوتش وحرقوا، يعني عملوا قلق غير عادي، لكن تم رفع العلم في هذا اليوم. فكان 25 أبريل كان أبرزه حاجة، ثلاث حاجات: أول حاجة رفع العلم على شرم الشيخ وعلى رفح. وهنا أتوقف عشان أقول للمصريين إن حتى السماء والصدفة تجعل إن الشعب المصري كتلة واحدة لا يتجزأ. فبينما كان فؤاد عزيز غالي يرفع العلم على شرم الشيخ المسيحي، كان يوسف صبري أبو طالب المسلم يرفع العلم على رفح، وكأنها الوحدة المصرية الصميمة، وحدة واحدة. الدم اختلط في سيناء، والدم فرح أيضا عند رفع العلم في على سيناء. كان أبرز الاحتفال يوميها الحفلة، وكان أبرز ما في الحفلة أغنية المصرية الأصيلة المرحومة شادية اللي هي مصر اليوم في عيد، وغنتها باندماج. كنا قاعدين في اللجنة وبنسمع بس الأول الشريط، قلنا على الأغنية أغنية رائعة. وإحنا حنصون في عيننا عالدوام عالدوام عالدوام، أصلي ما في عن إرادة أي شيء بعيد، سينا رجعت كاملة ليلة، ومصر اليوم مصر اليوم في عيد، ومصر اليوم في عيد. إهمالنا لتعمير سيناء طوال السنوات الماضية ترك للأسف فرصة للعديد من العناصر المخربة والعناصر الإرهابية والخارجة على القانون والدول الأجنبية التي أرادت أن تزرع الشر في هذه المنطقة أن تتيح لكثير من آلاف الأفراد، وأقول آلاف الأفراد، أن يتواجدوا خاصة في المنطقة جيم، وبالتحديد منطقة جبل الحلال التي يصعب الدخول فيها نظر لوجود الكثير من الكهوف والمغارات فيها، مما أدى إلى وجود إرهاب منظم في هذه المنطقة أراد اقتطاع هذا الجزء مرة أخرى واحتلال سيناء مرة أخرى بعد تحريرها عام 73. جت السنة بقى اللي حكمنا فيها مرسي، اللي عمل يعني عمل مشاكل كثيرة، ساب ناس من السجون وطلع ناس من السجون، عمل بطاقات للناس موجودين من فئات مختلفة، وجاب كمية من الأسلحة في سيناء خلال هذه الفترة عشان كانوا عاوزين يعملوا سيناء إمارة إسلامية. بعد 30/6 وإن الدولة ابتدت إنها دلوقتي تولي اهتمام بسيناء، بس لازم سيناء الأول بتتنظف دلوقتي من الإرهاب عشان التنمية تبقى جاية على نظافة، زي بالظبط كده لما يكون في جرح ملوث، الجرح ده لازم يتنظف، وبعد كده الجرح ده يبتدي ان هو يتعمل له الضمادات الكافيه علشان يعني يخف ويطيب. فدلوقتي هم بيكتسوا الارهاب من سيناء. خلال هذه الفتره الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما تولى الحكم بدا ينظف في سيناء، بدا عمليه محاربه الارهاب سواء في داخل مصر او سواء في سيناء. العملية الشاملة سيناء 2018 هي حملة عسكرية مصرية شاملة لتحرير شبه جزيرة سيناء بالكامل وتطهيرها من الإرهاب. فكرة هذه العملية تقطيع أوصال هذه العناصر الإرهابية وهدم البنية الأساسية لهم ومنعهم من الاتصال مع بعضهم، ولذلك نجد في البيانات العسكرية المتتالية وصدر حوالي 20 بيان حتى الآن من المتحدث الرسمي في تتابع هذه العملية بالإمداد الرأي العام والعالمي والإقليمي والداخلي بنتائج هذه العملية. بنجد أن
تم القضاء على عدد كبير جدا من الإرهابيين واقتلاعهم من جذورهم، بؤر الإرهاب نفسها اللي بتجمعوا فيها، تم محاصرة المدن اللي موجودة ومنع تنقل الأفراد إلا من خلال الطرق والمدقات المحددة، والطرق والمدقات المحددة عليها دوريات وكمائن. ولذلك بنجد في البيان المتحدث العسكري بيقول تم إنشاء 590 كمين، 690 كمين مشترك بين القوات البرية والبحرية. الكمائن دي الغرض من القوات البرية وقوات الشرطة، الغرض من هذه الكمائن قطع طرق التحرك والهروب للإرهابيين، العناصر الإرهابية من المناطق المبنية إلى المناطق الزراعية إلى المناطق الجبلية، لأن الإرهابي من خصائصه أنه بيتنقل، ما بيثبتش في مكان واحد. ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالثأر لشهدائنا. سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة. ده مش كده بس، ده على جميع أنحاء الاتجاهات الاستراتيجية، في اتجاه المنطقة الغربية، في اتجاه المنطقة الجنوبية، حدودنا مع السودان، حدودنا في المنطقة الغربية 1200 كيلومتر، حدودنا مع السودان 1350 كيلومتر، البحر الأحمر 1200 كيلو، البحر المتوسط 950 كيلو، وبالتالي هذه الاتجاهات الاستراتيجية مؤمنة بقوات حرس الحدود، بقوات الصاعقة والمظلات لاحتياطيات متدرجة الحجم على مختلف المستويات، بالقوات الجوية، بالقوات البحرية لحماية الشواطئ ومنع عمليات التهريب والتسلل من أو إلى حدودنا في جمهورية مصر العربية. أنا ابني سقط شهيد، لي أقارب سقطوا شهداء، وسنقدم الشهداء، ونحن جاهزين على أن نقدم أنفسنا شهداء، لأن هذا الوباء لابد أن ينتهي من جمهورية مصر الحبيبة، لابد أن يعود الناس هؤلاء إلى رشدهم أو القضاء عليهم. الإرهابيين قتلوا عدد مئات من أبناء سيناء وبتهمة يعني تهم لا يخجل الإنسان أن يذكرها. يعني هو كان أصغر ولادي، زف إخواته الاثنين الكبار وفضل هو يعني، بس الحمد لله أنا زفته عند ربنا في الجنة، هو الحمد لله في منزلة حلوة. وبعدين أنا في تكريم من التكريمات تشرفت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكرمني، فبقول له حق هشام يا فندم، قال لي حق هشام جاي هو وإخواته، وفعلا وعدني ووفى بالوعد. إن هو دلوقتي العملية الشاملة في سيناء 2018، فعلا إخواته خير أجناد الأرض، هم دلوقتي بيجيبوا حق ابني وحق كل شهيد على أرض سيناء الحبيبة. لا، إحنا مش بس هنعمل كده، إحنا لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لأن هو مش ثأر أبنائكم أنتم، هو مش ثأر أبنائكم أنتم، لا لا، ده ثأر مصر وكل المصريين، إن إحنا ناخد ثمن الدم اللي قدموه أبنائنا وبناتنا، مش بس إن جيش والشرطة الحقيقة، من كل طوائف الشعب اللي سقطت شهداء ومصابين ضد عمليات الإرهاب الأسود، ده ثأرنا كلنا، مش ثأر الجيش والشرطة بس. أدي التحية يا ولدي للي يهمه بلدك، لو ضف بلدك من قلبه بيقول تحيا مصر، تحيا مصر. وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركتها ضد الإرهاب في سيناء، فإنها في ذات الوقت تقود معركة لا تقل أهمية عن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الغالية، وهي معركة البناء والتعمير. لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء ومكافحة الإرهاب فيها. بعد ثورة 30 يونيو الاهتمام بتعمير سيناء في كل المجالات، وأولها محور قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، ثم بدأنا حفر قناة السويس جديدة بالإضافة إلى القناة الحالية لنزيد حركة التجارة في هذه المنطقة، ثم أخيرا حفرنا 4 أنفاق كاملة تربط سيناء بالوادي والدلتا وتربط الوطن، وتسهل عملية الانتقال من
وإلى سيناء، ثم بدأنا ننشئ العديد من المزارع السمكية في المناطق التي كانت ناتجة عن حفر قناة السويس الجديدة، وأقصد هنا بالتحديد أحواض الترسيب، ثم بدأنا إقامة العديد من المدن السكنية لعمل نوع من الاستقرار لأهل سيناء، وأيضا بدأنا نعمل على حل كثير من المشكلات الخاصة بتملك الأرض وحق التملك للأرض بالنسبة لأهالي سيناء. التنمية البشرية هي الحضن أو الحضانة الأساسية لخروج قوة بشرية تنزرع في هذا المكان وتخرج باسقة كالأشجار لتدافع عن سيناء وتدافع عن مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بشيء لم يقم به وربما لم يفكر فيه من هو قبله. أولا، أول خطوة أخذها على الطريق الصحيح هي الأنفاق التي وضعت تحت قناة السويس. هذه الأنفاق ستربط سيناء بالوادي ارتباط عضوي وكامل. يعني أنا لما أروح العريش وهي خلف قناة السويس كأني رايح الإسماعيلية أو رايح الشرقية أو رايح الإسكندرية أو رايح كذا. ربط الأنفاق والكبائر التي أقيمت هذا نية صادقة على تعمير هذا البلد وسد هذه البوابة التي على مر التاريخ تأتي الحروب على مصر كلها من هذه البوابة. لابد أن وسط سيناء ده نعمل فيه مصانع، نعمل شركات، نعمل مؤسسات، ننمي سيناء كلها، نزرعها بالبشر حتى لا يستطيع طامع أن يطمع في سيناء مرة تانية في أي وقت من الأوقات. المشروع الكبير القومي اللي تبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تنمية المنطقة الاقتصادية قناة السويس، وفيها الجزء الشمالي اللي هي شرق بورسعيد ده يقع على أرض سيناء، وهذا المشروع العملاق يخدم اقتصاد العالم بالكامل ويخدم التجارة العالمية أكثر ما يخدم مصر. ما قررته الدولة هذا العام بالنسبة لتنمية سيناء والذي يزيد عن 10 مليار جنيه في السنة سينقل سيناء نقلة كبيرة جدا، خاصة مع المشروع التنموي الضخم الذي اتفقت مصر مع المملكة العربية السعودية مع الأردن على بدئه أيضا في منطقة سيناء لاستكمال الصورة الجمالية لتطوير وتعمير سيناء بشكل جيد. وننقل الكتلة السكنية تروح سيناء، وسيناء فيها كل الخير، فبالتالي لما تتعمر سيناء وتبتدي انها يعني مراحل ازدهار تبان، الناس هتروح هناك وهتبقى مجتمعات سكنية. وللإعلام دوره في التنمية وإبراز ما يحدث في سيناء لتكون رسالة للعالم ولكل المصريين. أنا قمت بهذا الواجب تجاه مصر، أنا ليه 28 ديوان 14 منهم عن مصر بس، أنا الشاعر المصري الوحيد اللي تعمل له احتفالية خاصة بشعره في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وقلت في هذه الاحتفالية قصائد بس عن مصر. حروب الجيل الرابع بعد ما تحصل سقوط مؤسسات الدولة وتحصل اهتزاز لكيان الدولة وتحصل تقسيم داخلي بين المجتمع وتصنيف الناس لعدو وصديق، والتصنيف لنفس الشعب ده هو ده أخطر حاجة اللي بتلعب عليه حروب الجيل الرابع اللي بتستخدم الإعلام زي ما اتفقنا. في جزء بقى مكمل إن يكون هناك إقليم غير محكوم الدولة تفقد سيطرتها عليه، وده في نماذج حروب الجيل الرابع حصلت في كتير، زي ريف حلب في سوريا إقليم غير محكوم، زي في ليبيا إقليم غير محكوم يخرج عن سيطرة الدولة. هم حاولوا استكمالا لحروب الجيل الرابع اللي فشلت على أرض مصر في 30/6 بإرادة شعبية وتلحم وطني ووحدة وطنية حاولوا يهزوها، لما فشلت ديا ابتدوا يحاولوا يكون هناك إقليم غير محكوم من خلال مرتزقة وبيقبض عليها يوميا وجهاديين إلى آخره، أشكال غريبة جدا جت في سيناء عشان تعزل هذا الإقليم عن كيان الدولة. الإعلام مش مدي سيناء حقها من حيث تعامل مع أهل سيناء، من حيث النهضة التنموية الصناعية التي تسير بالتوازي مع العملية الشاملة 2018. لازم المواطن العادي يشعر أن التنمية ماشية بالتوازي مع
مع القضاء على العملية الإرهابية. يا ريت الكاميرات تنتقل إلى سيناء وتصور على الأرض وعلى الطبيعة جهود شبابنا العظيم. في شباب عظيم بيقوم بهذه المشروعات وشغال في الجبال وفي الصحراء وفي المناطق الزراعية في مشروعات. لازم يقولوا لنا هي المشروعات دي ويعرضوها على الرأي العام عشان الناس يبقى فيه قناعة. دايما أشبه الإعلام بأنه الإطار الذي بتاع الصورة الجميلة. يعني أنت بتعملي صورة جميلة لكن مش عارفة تبروزيها. الذي يستطيع أن هو يبرز هذه الصورة الجميلة هو الإعلام. الإعلام اللي بيبين أبعاد الموضوع، اللي بيرد على التشكيك والتشكيك شغال، اللي بيبرز حجم الإنجازات اللي بتتم، اللي بيوضح إيه اللي سوف يتم، يدي الأمل. يعني الإعلام بيدي الأمل والإعلام بيبرز الواقع وبرد على التشكيكات. كل ده مهمة الإعلام. فالإعلام في المرحلة القادمة وخاصة في سيناء بالذات محتاج أنه يرد ويرد ويرد. لغاية النهاردة في حملات تشكيك، وفي طبعا المتربصين اللي بيشككوا في كل حاجة بتتعمل، بيشككوا في كل بناء بيتم، بيبقى البناء طالع وشامخ ويشككوا فيه. فالإعلام هو اللي بيرد على كل هذا الكلام. ويعني الحرب الإعلامية شغالة، ولابد أن تتكاتف أجهزة الإعلام وتحط خطة واضحة. جيشنا المسلح، إخواتنا المسلحة العظيمة الباسلة قادرة على حماية حدودنا. إحنا عندنا، عشان أقول لك، عندنا حدود حوالي 5000 كيلو، عندنا حدود 1200 كيلو مع ليبيا، عندنا حدود 1000 وشوية مع السودان، عندنا حدود 1000 وشوية على البحر الأبيض، عندنا الحدود اللي هي من رفح إلى كرم أبو سالم دي 14 كيلو، من كرم أبو سالم لغاية طاوة، ومن طاوة بقى خدي بقى دهب ونويبع وإلى أن تصلي إلى رأس محمد. كل الحدود دي عايزة إيه؟ عايزة قوات مسلحة عظيمة تقدر تدافع عن هذه الحدود. إحنا عملنا إيه؟ ناس النهاردة كلك أنت بتسلح قوات مسلحة ليه؟ أنا بسلحها عشان أحافظ على أمني القومي، عشان النهاردة أحافظ على حدودي اللي موجودة الكبيرة اللي موجودة دي. مين يحافظ لي عليها؟ أقول للشباب أعرفوا قيمة بلدكم، أعرفوا قيمة مصر التي نشأ الكليم بأرضها وبفضل آسية سقى وسقاها، قيمة مصر التي هرع المسيح وأمه لرحابها فتكتمت نجواها، قيمة مصر التي أهدت لطاها ابنا به زكاها. نقول لأبنائنا الشباب خلي بالكم من مصر، احنا ناس كبرنا وبنجاهد حتى الآن وبنقول عايزين مصر تتقدم لقدام. احنا خدنا اللي احنا عايزينه والحمد لله، ولكن الدور الباقي على شبابنا يخلي باله منهم، لان هم اللي هيستثمروا كل ما بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كبرنا ولكن هم بيتعمل كل ده من اجل الشباب. فارجو كل الشباب يخلي باله من مصر. مصر عزيزه وغاليه علينا جدا، لان احنا اللي حسينا بيها وحسينا بالدماء اللي سالت من اجل هذا الوطن.